السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم في تكملة شرح درس التوجيه، ووصلنا إلى مبادئ التوجيه. يستهدف التوجيه متابعة تنفيذ المرؤوسين لأدوارهم في المنظمة من خلال مبادئ يوضحها الشكل الآتي. مبادئ وظيفة التوجيه: أول مبدأ هو مبدأ القيادة، والمبدأ الثاني مبدأ التحفيز، والمبدأ الثالث مبدأ الاتصال. سنتحدث اليوم عن مبدأ القيادة. يشير إلى قوة التأثير في نشاطات وسلوكيات العاملين لتحقيق أهداف المنظمة، والتدريب الآتي يوضح ذلك. نتكلم عن قيادة، نتكلم عن قوة التأثير في المرؤوسين. الموقف: أنماط القيادة: انفراد القائد باتخاذ القرار، وينحصر دور المرؤوسين بالتنفيذ. هو هذا نمط الدكتاتوري، النمط التسلطي. يؤمن باستخدام أسلوب الترغيب لا أسلوب الترهيب، هذا هو النمط الديمقراطي. لا يهتم بتوجيه العاملين بل يترك الحبل على الغارب، هو نمط عدم التدخل. يشرح للعاملين الأسباب الموجبة للقرارات التي يتخذها، نمط الديمقراطي. ثقة في قدراته ضعيفة، هو نمط عدم التدخل. يعتقد أن الثواب المادي وحده هو المحفز للعاملين، وهذا هو النمط الدكتاتوري، النمط التسلطي. هنا عند أنماط القيادة نلاحظ مما سبق أن هناك أنماط عدة للقيادة، والشكل الآتي يبين أبرزها: النمط الدكتاتوري، والنمط الديمقراطي، ونمط عدم التدخل. أتعلم وجود قائد لا يعني بالضرورة قيادة فعالة، كما أنه وجود خطة لا يعني نجاح المهمة. إذن لابد من متابعة، لابد من قيادة المرؤوسين، لابد من توجيه المرؤوسين للوصول إلى نتائج بكفاءة وفاعلية. الآن عن الأنماط الثلاثة بإسهاب. أول نمط من هذه الأنماط القيادة هو النمط الدكتاتوري، النمط التسلطي. يتصف بالمركزية العالية، وعدم ثقة الرئيس بالمرؤوس، وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات، واستخدامه أسلوب الترهيب مع العاملين لإنجاز العمل. بداية، يتصف بالمركزية العالية. ماذا نقصد بالمركزية؟ أي أن سلطة القرار تتمركز في يد الإدارة العليا، أي أن هذا القائد لا يرى أحد في المؤسسة عنده خبرة وعنده مهارة وعنده كفاءة غيره. وعدم ثقة الرئيس بالمرؤوس: إذا ما انتزع الرئيس ثقته من المرؤوسين، فإن الرئيس سيضطر يعمل كل شيء بيده ويتخذ القرارات بيده، ولا يمكن أن يفوض الأعمال لغيره. عدم إشراكهم في اتخاذ القرارات، هذا نتيجة طبيعية لعدم ثقة الرئيس أو ثقة القائد بالمرؤوسين. واستخدام أسلوب الترهيب مع العاملين لإنجاز العمل، لأنه يعتقد أن العاملين لا يستطيعون أن ينجزوا بدون عقوبات. أما عندما نتحدث عن النمط الديمقراطي، حيث يثق الرئيس بالمرؤوس ثقة كاملة في جميع الأمور، ويشعر المرؤوسين بحرية كاملة في مناقشة شؤون العمل، ويسعى دائما إلى الاستفادة من آراء المرؤوسين. هنا نتكلم عن نمط ديمقراطي. النمط الديمقراطي تجد أن صاحب العمل الرئيس يثق في المرؤوسين ثقة كبيرة، ويعطيهم ثقته، وبالتالي سيحملهم مسؤولية، وبالتالي سيفوض لهم الكثير من الأعمال، لأنه يثق بقدراتهم، وبذلك يشعر المرؤوسين بحرية كاملة في مناقشة شؤون العمل، يشاورهم، لأن بالمشورة يقطف ثمار عقولهم ويستفيد من خبراتهم، ويسعى دائما إلى الاستفادة من آراء المرؤوسين. لربما هناك رأي عند أحد المرؤوسين لم يكن في بال القائد ولم يتخذه بالحسبان. لماذا؟ لأن إذا نظرنا إلى الأمور من عدة جوانب ستكتمل الصورة. أما إذا أنا نظرت لوحدي إلى أي أمر ما، سأنظر من جهة أو من جهتين، لربما أغفل عن جهة أخرى. ولكن المرؤوسين نظرا لأن كل واحد منهم أتى من أسرة وأتى من بيئة، أو لديه خبرة في مجال معين، أو عمل في مجال هذا المجال سابقا، أو أن هذه تجربة جديدة على مؤسستنا، ولكن بعض العاملين قد خاض هذه التجربة لربما في مؤسسة أخرى. فعندما نستشير هؤلاء المرؤوسين سنستفيد من قدراتهم، نستفيد من خبراتهم، نقطف ثمار عقولهم، سيوجهون أحيانا لبعض الأمور التي لم نأخذها بالحسبان. أيضا هناك مسألة أخرى،
بمجرد أننا نستشير هؤلاء المرؤوسين في أي قرار من القرارات، إذن نحن نقف على عتبة الإنجاز الأولى، ما هي؟ الاستفادة من خبراتهم. المسألة الأخرى أننا اقتنعوا هؤلاء الموظفين بأن هذا القرار هو قرار صائب. لماذا؟ لأنه وضع على الطاولة، وضع على طاولة النقاش، وكل واحد منهم أبدى رأيه وأبدى اعتراضه وأبدى فكرته وأبدى فكرة أفضل منها. فلذلك عندما ينفض الاجتماع تجد أن كل المرؤوسين سينضمون إلى هذا القرار وينتمون إلى والدفاع عن هذا القرار، لأن إذا أراد أي واحد منهم أن ينتقد هذا القرار فلا يستطيع أحد أن ينتقده. لماذا؟ لأن المرؤوسين الآخرين سيقولون له لماذا لم تنتقد في الاجتماع. وكذلك المسألة الأخيرة، إذا ما تمت مشورة المرؤوسين وتم الإجماع على القرار، إذن نحن أمام الجميع يتحمل المسؤولية الفشل والجميع يحمل هذا النجاح. نمط عدم التدخل يقوم بإخبار المرؤوسين بالهدف المطلوب تحقيقه ثم يتركهم يفعلون ما يشاءون دون التدخل في توجيههم. لربما هذا يحدث في أحد المختبرات تطوير الأجهزة أو لصناعة دواء جديد أو صناعة جهاز جديد، فيكون هناك ناس من طبقة راقية من العلم والمعرفة والمهارة والخبرة، فيترك لهم الحبل على الغارب دون هناك أن يكون أي تدخل في توجيههم. الإداري المثالي الناجح يقود منظمته بقوة من غير عنف، ولين من غير ضعف، أي أنه يقف عند المنتصف، لا يظلم هذا ولا يكون على حساب العمل. إذن لابد من توجيه هؤلاء العاملين بأسلوب يليق بهم ويليق بكرامتهم وبإنسانيتهم وبما يحقق الكفاءة والفاعلية في العمل. أين يمتلك القائد هذه القوة؟ مصادر قوة القائد. يختلف القائد في درجات القادة في درجة تأثيرهم وامتلاكهم للقوة تبعا لما يمتلكونه من مصادر، بينها الشكل الآتي: قوة المكافأة، قوة الإكراه والعقاب، القوة الشرعية، قوة الخبرة، قوة الاقتداء والإعجاب. لربما هناك يكون القائد قويا بمجرد وجود قوة المكافأة وقوة التحفيز. قوة الإكراه والعقاب، أي أن من لا يفعل سيتم معاقبته. القوة الشرعية، وهي المستمدة من المنصب التي نتكلم به، هذه القوة الشرعية التي أتت من السلم الإداري والهرم التنظيمي. قوة الخبرة، كلما كان القائد أكثر خبرة كلما تقدم وكان المرؤوسين معجبين به أشد الإعجاب نظرا لكثرة خبرته وكثرة علمه. قوة الاقتداء والإعجاب، لربما إعجاب بشخصيته وبلباقة حديثه وبأسلوبه الذي يحفز العاملين من حوله فنقول عنه قائد. القوة الشرعية هي القوة التي يستمدها القائد من منصبه ومستواه الإداري في الهيكل التنظيمي، أي أنه لماذا يأمر وينهى؟ لأنه هو المدير على العمل، لأنه هو صاحب العمل أو أنه هو رئيس العمل، فهو الذي يأمر وينهى، فهنا استمد سلطته من السلطة الشرعية. نشكركم على كرم المشاهدة ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح.